امرأة تريد الحج ولا تجد محرما ماذا تفعل؟ أنا أعيد السؤال بسؤال. رجل يريد أن يزكي وما عنده فلوس، فقير ويبي يزكي، مش رأيكم شو يسوي؟ ها وده يزكي بس فقير، ها إذا وده يزكي الركن الثاني من أركان الإسلام شلون؟ ما يبوق؟ يبوق له 2000-3000 على الأقل عشان يقدر يطلع زكاة، ها يتسلف؟ يتسلف عشان يزكي؟ ما يجب عليه، يعني ما تجب عليه الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. فكذلك المرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج. ليش تبي تتكلف؟ يعني الله سبحانه وتعالى أسقط عنك الحج، ليش اللي بتروحين؟ أسقط عنك الحج ولك أجر النية، كما أن الفقير له أجر النية أنه إذا أتاه المال سيزكي ويخرج زكاة ماله، كذلك أنت إذا وجدت المحرم تريدين الحج، فإن لم تجد محرما فما في داعي للحج، الحمد لله ولك الأجر إن شاء الله تعالى. لا تبحثين عن الشقة، ترى الحج تعب، صحيح تعب ومال، وهذا والله أسقط عنك هذا الأمر بفضله ومنه سبحانه وتعالى. مثل المرأة تقول بجاهد في سبيل الله، الجهاد للرجال، المرأة لا تجاهد تقول طيب أنا بجاهد شلون، ما يصير، الجهاد للرجال. يعني لابد أن يعلم أنك الله تبارك وتعالى يعني شرع لهذا كذا وشرع لهذا كذا وشرع لحكمة سبحانه وتعالى. فالقصد أن هذه المرأة إذا لم تجد من يلائمها من محارمها للحج فالحج ساقط عنها والحمد لله، وغير مطالبة به، كما أن الفقير غير مطالب بالزكاة. نعم.